هل حزب الله نال النصيب من هذا التهريب؟ وكذلك يعني سؤالي الآن، الحكومة تطالب مجلس الأمن الآن بفتح التحقيق، تحقيق في ماذا؟ طالما وأن هذه الأجهزة مهربة لا نعلم بلاد المنشأ ولا توجد لها أي وثائق. يعني الحكومة اللبنانية ليس لديها خيارات، الحكومة اللبنانية تأخذ موقف رفع العتب كي لا يقول أحد إنها لا تفعل شيئاً، إنها على الأقل تتكلم عندما يكون هناك مصيبة، تقدم التعازي وتتكلم وتناشد مجلس الأمن والمنظمات الدولية حماية لبنان، لأنها هي ليست صاحبة القرار. وقالها رئيس الحكومة منذ اليوم الأول، القرار ليس لدى الحكومة اللبنانية. لذلك لا وجود للحكومة فعليا على الأرض، إنها حكومة تصريف أعمال أصلا، والدولة غائبة، الدولة فاشلة، الدولة اللبنانية غير موجودة إلا بعنصرين ثلاثة، موجود أرضها، موجود حدودها نظريا، ولكن السلطة والمؤسسات ليست موجودة. طيب دكتور جهاد، رئيس الجمهورية ليس موجودا، مجلس النواب معطل، والسلطة القضائية معطلة. طيب يا دكتور جهاد، يعني في ظل هذا الضعف، نعم، ينقصها الدولة، نعم، في ظل هذا الضعف دكتور جهاد والمواقف الحكومية الآن نرى بأن هناك يعني أمور تتسارع في الآونة الأخيرة، هناك تفجيرات في مناطق عدة في لبنان، يعني لم تعد عبر البيجر، هناك الطاقة الشمسية وغيرها من الأجهزة. كيف تتوقع السيناريوهات القادمة؟ ما الذي سينفجر بعد؟ للأسف المواجهة هي بين طرفين غير متكافئين. عادة نحن نعرف أنه في المسابقات الرياضية هناك فئات للأوزان. حزب الله ليس من وزن إسرائيل التكنولوجي، والمعركة اليوم انتقلت من الجنوب إلى باقي المناطق اللبنانية، إلى بيروت والبقاع والشمال حتى بعلبك، والمعركة هي معركة علمية تكنولوجية، حيث إسرائيل تتفوق بأشواط ولا مجال للمقارنة بينها وبين حزب الله. لذلك إن ما حصل من كوارث أمس واليوم سنرى نتائجه في الأيام المقبلة. وزير الصحة تحدث عن مئات من الناس الذين فقدوا بصرهم أو أطرافهم، هناك لدينا الآن مئات من المعوقين الجدد قد يوازون الإصابات في الحرب كلها. نعم. وهؤلاء الناس بحاجة إلى عناية صحية وبحاجة إلى مساعدة اجتماعية، لأنهم أصبحوا عاطلين من العمل. نعم، والمناشدات الآن يعني على الأقل الحكومة، نعم،